النص ديت النص كنت بخ انا جيت ارش في رابر اسمعه اقول يا بخته لا مفيش طب في ألبوم نزل يتسمع لاخره لا مفيش ناس كتيرة بتسألني في الكومنتات انت ازاي ان انت بتحلل الاشخاص عن طريق سمات الوش ومن المعروف دايما ان الصفات بتاعت اي شخص بتتغير كل فترة فبالتالي انت ازاي بتعرف ان هي بتتغير لو انت ما عندكش معلومات كفاية عن علم الفراسة فهو احنا بنحلل عن طريق سمات الوش فعلا والسمات دي بتتغير بناء على تغير صفاتك وعلشان كده انا النهاردة بصور في المكان ده المكان ده اللي انا كنت بصور فيه زمان اول ما بدأت اليوتيوب فعايزك تشوف شكل وشي دلوقتي عامل ازاي وممكن ترجع للفيديوهات القديمة هتلاقيني مصور في نفس المكان عشان يبقى ما فيش حاجة متغيرة غير شكل وشي بس هتلاقي فيه تغير في شكل وشي فبالتالي هيبقى فيه تغير في طريقة الكلام وطريقة البادي لانجوج حتى بتاعت اللي هي حركة ايدي هتلاقي فيه تغير في كل حاجة فبالتالي انا كده صفاتي اتغيرت قارنها بالسمات هتلاقي تغير واضح ما علينا خلينا ندخل في الفيديو بتاع النهاردة والشخص اللي احنا هنحلله النهاردة هو الرابر المعروف مروان موسى مروان موسى انا لما دخلت على جوجل عشان اجيب له صور عشان احللها للأسف هو عنده طبعا صور كتير موجودة ولكن الصور كلها للأسف ما كانتش واضحة فكنت مضطر ان انا ادخل على الفيديوهات بتاعته اللي هي التراكات يعني بتاعته بحيث ان انا اقدر اشوف شكل وشه كويس واعرف ان انا احلله بس بصراحه رغم ان انا ماليش قوي في الاغاني بتاعه الراب او التراكات بتاعه الراب ولكن ده اكتر واحد الاغاني بتاعته او التراكات بتاعته عجبتني ولكن لما جيت احلل الشخص ده لقيت ان هو عنده اسلحه كتيره جدا بصوا خلينا واضحين في جزئيه معينه في اشخاص ينفع ان انا اقول عليها شخص وحش وفي شخص ينفع اقول عليه شخص كويس او طيب مثلا ولكن لما حد بيكون في كارير وعايز ينجح ويكبر القصة بتبقى مختلفة شوية فمش عايزك تركز قوي في المصطلحات الا لما تسمع الشرح بتاعها وخصوصا لو انت من فانزات مروان موسى مش عايز اطول اكتر من كده في المقدمة يلا بينا نبدأ الفيديو بس طبعا قبل ما نبدأ ياريت ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو لان هي دي انت اكتر حاجة تقدر ان انت تدعمني بيها عشان الفيديوهات تنتشر يلا بينا اول حاجة لو جينا بصينا على وجه مروان موسى من الجنب كده هتلاقي ان هو شخص مستقبلي يعني بيفكر في المستقبل لو بصيت على ودانه كده هتلاقيها راجعة لورا شوية هي مش راجعة قوي على فكرة بس الجزء اللي قدام مسافته اطول فده شخص بيفكر في المستقبل طبعا بيفكر في الشهرة وبيفكر في النجاح وهكذا كمان لو جيت بصيت على الودان على تحديدا الجزء طب تعالوا نجيب صورة تاني علشان تكون اوضح شوية عايزين صورة بالجنب نجيب دي مثلا ماشي لو جيت بصيت على الجزء اللي هو ده هتلاقيه تقريبا زي الجزء اللي هو اللي بره اللي هو الجزء المجوف دوت بالنسبة للجزء ده هتلاقيهم تقريبا نسبتهم واحدة 50% و50% لو انت متابع الفيديوهات هتعرف دي معناها ايه الجزء اللي جوه ان الشخص بيسمع بقلبه الشخص الشكل الخارجي ان الشخص دوت بيسمع بعقله فحالة مروان موسى هو عنده 50% يعني نص الكلام بيفلتره وجزء التاني هو بيسمع بقلبه فهو هنا شخصية وسطية في الحتة دي حاجة كويسة لغاية دلوقتي لو جينا بصينا على بقية الودان هتلاقي هنا الجزء اللي هو شحمة الأذن هتلاقي حجمها كبير فده شخص بيفكر في تأمين مستقبله ومع ذلك لو بصيت على حجم المناخير ثانية واحدة كده نصغر دي شوية ولو بصيت على فتحات المناخير تحديدا هتلاقيها ان هي واسعة جدا فهو شخص بيصرف كتير جدا ولكن زي ما قلنا هو بيهتم بتأمين مستقبله فبالتالي هو اكيد بيصرف على الاغاني بتاعته سواء مونتاج سواء على لبسه بيصرف على منظره فبالتالي المفروض ان الشخص دوت يبقى شيك جدا يعني شخص شكله حلو وهو ده واضح بصراحة كل شوية شعره بيبقى بلون مختلف وبتاع طيب لو جينا بصينا على حجم البق انا هبتدي اربط لكم السمات دي كلها او الصفات دي كلها في الاخر عشان نعرف نطلع شخصية صح لو جيت بصيت على حجم بقه ممكن برضو ندخل ايه في صورة تاني كده تكون ايوه هتلاقي ان حجم بقه مقارنة بحجم الوجه بتاعه او بحجم وشه حجمه صغير شوية وده معناه ان هو الشخص ده لما بيتكلم ما بيتكلمش من قلبه بيتكلم من عقله يعني بيفكر كويس جدا في اي كلمة بيقولها انا مش بتكلم على التراكات بتاعته او الاغاني لا انا بتكلم في الحديث العادي فبالتالي هو اكيد هنا هيكون شخص حذر وفعلا انت لو بصيت على عينه فعلا هتلاقي العين بتاعته حجمها صغير وده معناه ان هو شخص حذر زي ما انا قلت لك النقطة التانية
العين هتلاقيها اللي هي العين المستطيلة. الشخص اللي بتكون عينيه مستطيلة ده شخص دايما بيبدي مصلحته على اي حاجة تاني، مصلحة هي الاولى والاخيرة. طبعا هي لون عينيه برضو، يعني ثواني كده، عينيه برضو هتلاقيها باهتة شوية، فهو عنده حتة الغدر موجودة، ممكن ان هو يغدر باي شخص يزعله او اي حاجة زي كده، واعتقد ان احنا وضحناها في الفيديو بتاع تحليل شخصية ابي يوسف. عنده كمان الحواجب يعني هي شبه مستقيمة، فبالتالي هو بيقدر النواحي الجمالية. عنده كمان حتة تاني يعني يعتبر برضو الحاجب عنده الى حد ما اللي هو المستقيم من اسفل، وفي الحالة دي الشخص ده شخص منظم جدا، شخص ابتكاري، شخص مبدع، ولكن لو سيطرت فكرة سلبية عليه بتشقلب له حياته زي ما اتفقنا، فبالتالي هو بيبقى عايز يهرب، ممكن هنا يهرب بالمخدرات، ممكن هو يهرب من المكان، يهرب من البيت مثلا لو المشكلة دي حصلت له في البيت وهكذا. يعني نجيب صورة تاني كده عشان تمام. بصوا بالنسبة للمناخير برضو فيها نقطة تاني، هو شخص شكاك، لو بصيت هتلاقي مناخيره نازلة كده شوية اللي هي زي المنقار، فهو شخص شكاك. شخص الشكاك بيكذب كتير على فكرة، ولكن حتة الكذب عنده بيكون لها سبب، ان هو بيبقى عايز يطلع المعلومات من الشخص اللي قدامه، ولكن طبعا الشخص التاني ده لو اكتشف كذبه فطبعا دي حاجة بتحسسه خصوصا لو كان شخص انتقائي حواجبه عالية، بتحسسه ان هو ما بيحترموش او بيقل من قيمته او حاجة زي كده. فانا اعتقد ان الناس اللي هتتعامل مع مروان موسى ومش فاهمين هو بيفكر ازاي مش هيكملوا مع بعض وهيحصل بينهم مشاكل. وانا سمعت تقريبا ابي يوسف حصل معاه حاجة زي كده، وابي يوسف على فكرة من الاشخاص اللي مش سهلة وبيفهم الناس كويس جدا، فوارد ده اللي يكون حصل بينهم، انا مش عايز افتي واقول ايه السبب بالظبط. يعني النقطة التانية لو بصيت هنا هتلاقي اللي هو الخطين اللي هنا دول، الخطين دول معناها ان الشخص ده بيهتم جدا جدا بالتفاصيل. خلي بالك في تفاصيل اللي احنا بنطلعها من الحتة اللي هنا، لا التفاصيل دي مختلفة بقى. التفاصيل دي عاملة ازاي؟ كنوع من الدقة. يعني مثلا عارف مثلا لو انا مثلا رحت لمحامي مثلا بعمل له توكيل عشان في حاجه معينه هو هيخلصها لي، فهو بيديني الورقه بتاعت التوكيل عشان انا اقضي عليها. في حاله مروان موسى هيعمل ايه؟ هيقرا الورقه دي مره واثنين وثلاثه. هي دي التفاصيل اللي هي بتكون من هنا، تفاصيل لها علاقه بالتفكير، مع حته ان هو شكاك زي ما احنا اتفقنا، فالحكاية دي هتكون قوية جدا، فبالتالي هو ثقته في الناس ضعيفة جدا. وخلي بالك احنا كمان اتكلمنا ان هو حذر، العين حجمها صغير، ده ممكن يكون بسبب انه حصل معاه مشاكل زمان، الله اعلم. انا لما دخلت على جوجل للأسف مش عارف افرق بين الصور القديمة والجديدة، فللأسف انا مش هعرف استنتج ده. النقطة التانية برضو لو بصيت على ودانه هنا هتلاقي ان ودانه اللي هي اللي طالعة لبرة دي، هي مش طالعة قوي يعني بس طالعة شوية، ودي معناها ان الشخص ده بيعرف يعمل فلوس والى حد ما بيعرف يحوش، وعنده خصوصية طبعا دي حتى من غير الودان نقدر نستنتجها من شوية الحاجات اللي احنا قلناها. طيب نجيب صورة تاني كده. طيب بالنسبة للودان هنا، دي صورة انا جبتها من فيديو من الفيديوهات بتاعته، هنا هتلاقي الودان في اللي هي الدايرة اللي من فوق دي اللي هي دي معناها طبعا ان ادراكه عالي جدا، هو عارف كويس جدا اللي بيحصل حواليه، مش بني ادم عبيط يعني، لا مش ساذج، بيقدر النواحي الجمالية، وده واضح بصراحة في التراكات بتاعته. أنا لما سمعتها لا هو عارف يتحرك كويس مع الأغنية، وعارف يعني بصراحة كل تراك أنا شفت له 3-4 تراكات بس، كاريزمته وشكله عارف يتلون كده مع الفيديو اللي هو بيعمله، يعني تحس إن هو ملوش سيستم واحد، لا في سيمترية كده هو بيعملها مع التراك او الكليب اللي هو شغال فيه، وانا بصراحة الحتة دي عجبتني فيه جدا. يعني الحتة التانية انه هو طبعا عنده حب الريادة، هتلاقي ودانه من هنا الى حد ما برضو ماشي خط مستقيم، فهو بيحب جدا طبعا انه هو يبقى مميز. ايه تاني عم مروان؟ اللهم صل على النبي. لو بصيت برضو على دقنه يعني حتة الصبر، لا طب استنى تعال نشوف حاجة تانية افضل. الصورة دي بص لو ركزت هنا هتلاقي الثلاث صوابع دول تقريبا قريبين من بعض شوية كمستوى، خصوصا الصباع ده والصباع ده، يعني بص عندنا هتلاقي ده اطول من ده شوية، دي اللي هي المخاطرة بتبقى عالية، الشخص ده بيحب المخاطرة.
هو في حالته هنا اللي انا شايفه ان الثلاث صوابع تقريبا قريبين مستوى واحد، وده معناه ان الشخص دوت بتكون ايديه مهارية جدا، فبالتالي هو بيشتغل في حاجات دقيقة. اعتقد يعني والله اعلم ان الحاجات الدقيقة دي اللي هو فاهمين، اعتقد والله اعلم، بس عشان ايه ما نظلمش الراجل، بس يعني الناس اللي متابعة الرابر اكيد ادرى مني، فلو كان اللي في دماغي صح دي حاجة تدل على ده. طيب بالنسبة للقيادية، بالنسبة للجزء بتاع القيادية تعالوا كده نقيسها اهو. يعني لا طبعا هو شخص قيادي واثق جدا من نفسه، ثقته في نفسه عالية جدا بالفطرة، اصلا هو من ساعة ما اتولد هو واثق من نفسه. برضو حتة الصلاة عنده عالية شوية، يعني الشخص ده مش محتاج للناس علشان ينجح، لا هو عنده قدرة على ده. حتى كمان لو بصيت على التواصل، لا التواصل عنده مستمر، هتلاقي حواجبه تقريبا كاملة لغاية الاخر، فهو عنده تواصل مستمر مع الناس اللي هو يعرفهم. وعلى فكرة بالمناسبة هو شخص انتقائي، لو بصيت على الحواجب عنده هتلاقيها مرفوعة شوية، يعني ما بيرمرمش في الاصدقاء، عدد اصدقائه قليلين ولكن علاقته بهم قوية وبيتواصل معاهم. والعلاقات اللي هي في العمل برضو نفس الحكاية، برضو في حتة تاني ظاهرة دلوقتي من الحواجب اللي احنا كنا اتكلمنا عليها الجمعة اللي فاتت في اللايف، هتلاقي الحواجب عنده من هنا زهية وبعد كده بتبتدي تقل واحدة واحدة، ده معناها ان هو شخص دقيق جدا في عمله. الودان هنا واضحة على فكرة، لا طلع البرة جامد، فلا هو شخص دوت الخصوصية عنده عالية جدا، الخصوصية بتاعته وبيعرف يحوش كويس جدا. حتة الامانة بص يعني لو بصيت على راسه هتلاقي في اللي هي الخطوط دي، هي مش كاملة لكن موجودة، فاحنا نقدر نعتبر ان هو شخص عنده خبرة في الحياة وشخص امين. والامانة هنا زي ما وضحناها ساعة ويجز ودينيو عشان كان في حصل مشكلة ساعتها، الامانة هنا ان هو بيبقى امين مع اصدقائه، ولكن لو في حد خانه او غدر بيه او حتى هو اعتقد كده هيقلب عليه تماما. من ضمن الحتت برضو اللي في الامانة لان دي لها علاقة بالتفكير، فبالتالي هو امين جدا في ان هو يعمل الشغل بتاعه صح، مش يعمل اي حاجة كده ويقلب وخلاص. في ايه تاني عندك يا مروان؟ شعره يعني هي السمكة مش باينة قوي في الصور دي بصراحة، لانها صور كلها جودتها مش عالية للأسف، قعدت ادور على صور جودتها عالية ما لقيتش، بس يعني انا شايف ان شعره لا ممكن يكون خفيف شوية. هو شخص حساس، والشخص الحساس من التفكير الشخص دوت بيكون بيحب الكيف على الكم، بمعنى سوري الشخص اللي شعره خفيف ده شخص بيكون حساس وبيحب الكيف على الكم. بص يا صديق العزيز او يا صديقتي العزيزة، انا الشعر بتاعي سميك شوية تمام، فبالتالي مثلا لو فرضا ان انا معايا مثلا 20 جنيه وعايز اشتري اي حاجة من بقال ولا سوبر ماركت ولا حاجة زي كده، انا عشان شعري سميك هروح اشتري ازازة كوكولا مثلا وكيس شيبسي ولبان ومش عارف ايه، هشتري شوية حاجات كتير بالعشرين جنيه اللي معايا. الشخص اللي شعرايته خفيفة او اللي هو الشخص اللي بيكون الحساسية عنده عالية زي مروان موسى، العكس بقى ممكن العشرين جنيه دي يروح يشتري بها ازازة مية اللي هي مثلا معرفش اسمها اولى ولا ايه اللي هي القلوية دي، ازازة المية المستوردة دي. فهو ده طريقة تفكيره كده، وطبعا الحساسية دي مع الخصوصية مع الحاجات دي كلها بتخليه ان هو حذر جدا 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 من الناس. يعني من الاخر كده الشخص ده دايما بيبقى شايف الناس اللي قدامه كلها مش كويسة الى ان يثبت له العكس. طيب نشوف ايه تاني في الصورة دي، انا فاكر صورتها عشان الصوابع. بص لو بصيت على شكل الضوافر ده، احنا كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو على شكل الضوافر هتلاقيه في الاي اللي فوق دي، الضوافر اللي هي بتكون بالمنظر ده اللي هي بتبقى الطويلة دي، الشخص ده بيكون شخص مرح، بيحب الهزار، بيحب الفرفشة، بيحب الدلع. فأنا أعتقد أن أصدقائه لما بيكونوا معاه بغض النظر عن الكليبات والجو ده، لا هو بيعرف يبسطهم صح، بيبقوا مبسوطين وهم قاعدين معاه. كمان في حتة تاني على فكرة، لو بصيت على راسه، لو بصيت هنا على الجبهة هتلاقي فيه ثانية واحدة، هتلاقي فيه شايف الحتت اللي في راسه دي، تحس فيه حتت منفوخة كده. الشخص ده بيكون ملكة الخيال عنده عالية جدا، فأنا أعتقد والله أعلم من وجهة نظري ان لما في كليب هو بيكون ناوي يعمله، طبعا هو كاتب التراك بتاعه، هو بيتخيل شكل اللوكيشن هيبقى عامل ازاي، فحتى لو في مخرج بيصور له التراكات بتاعته، انا اعتقد ان مروان موسى بيفرض عليه، او بلاش بنقول بيفرض، بيقول له وجهة نظره في ان الكليب ده هيتصور فين وهيتصور ازاي، خصوصا ان حتة الفك زي ما قلنا، فالشخص دوت بيحب يبقى سلطوي شوية، بيحب يتحكم في الناس، واحنا قلنا ان ثقته عالية والكلام ده كله. انا بصراحة مش عارف اجيب حاجة تاني
عنده حتة انقسام في المشاعر، لو بصيت على مناخيره هتلاقي فيه فرق من النص كده، اللي هو لما بيفرح بيفرح جدا ولما بيزعل بيزعل جدا، وبيجي عليه وقت عايز يشتغل بقوة، وبيجي عليه وقت مش عايز يشتغل خالص وعايز يبقى مرح جدا ويهزر ويلعب ويعيش حياته. هي دي حتة الانقسام في المشاعر، كنا اتكلمنا عنها قبل كده برضو، هتلاقيها في الآية اللي فوق دي. وبس يا صديقي، وبكده تقريبا نبقى وصلنا لاخر حاجة. لو ربطنا كل الصفات دي مع بعض هنلاقي ان شخصية مروان موسى شخصية حذرة جدا، بيخاف يتعامل مع الناس بصراحة، فبالتالي هو بيفكر في مصلحته الاولى والاخيرة، وبالتالي حتى طريقة كلامه، احنا قلنا فمه صغير، فبالتالي حتى طريقة كلامه بتبقى بحساب، ما بيعرف اللي هو ايه، مش صريح في طريقة كلامه، هو اصلا مش صريح حتى في معاملته مع الناس. ولما بيجي حد بيقوله على معلومة او بيتكلم معاه في الحالة دي، هو الكلام اللي بيسمعه بيحاول يفلتره على قد ما يقدر. احنا اتفقنا هو بيفلتر 50% من الكلام، فانا اعتقد ان في جزء كبير من ده ليه علاقة بالعمل، والجزء التاني اللي هو اللي ما بيتفلترش اللي هو ليه علاقة بعيلته او اسرته، لان زي ما قلت لكم حجبه طويل من ناحية العيلة، فهو عنده تواصل مستمر مع عيلته ايا كانت عيلته دي حجمها قد ايه. ولكن مع الناس اللي هو بيبقى واثق فيهم جدا، هو انتقائي فاصدقاء قليلين، ولكن ثقته فيهم بتبقى عالية جدا. هنا هو كريم مع الناس دي قوي، يعني مروان هتلاقي في ناس كتيرة جدا بتقولك عليه ده كريم جدا، وفي ناس كتيرة ممكن تقول عليه على فكرة ده بخيل قوي. انت فاهم الفكرة عاملة ازاي؟ من ضمن الحاجات برضو كده بسبب التربيطة دي، ان هو بيجي عليه وقت بيهتم بنفسه جدا، شغله عنده ممكن يكون في المرتبة الاولى، لان هو برضو طموحه الى حد ما عالي، لكن هو علشان بيفكر في المستقبل زي ما قلنا وبتأمين المستقبل، فبالتالي دي حاجة بالنسبة له مهمة. في حتة تاني مهمة جدا عند مروان موسى، ودي على فكرة اللي هتكون السبب في ان الشخص دوت هيكون ناجح جدا في المجال ده، ان الشخص ده غير تنافسي. لو لاحظت هتلاقي وش مروان موسى داخل حتة واحدة كده في الجنب، غير اي شخص تاني تحديدا رابر، هتلاقي ان وشه جاي بزاوية كده البرة. النوع ده من الاشخاص اللي بيبقى طالع بزاوية البرة بيبقى شخص تنافسي، بيركز دايما مع منافسينه علشان يحاول ان هو يعديهم. في حالة مروان موسى لا، هو تركيزه في نفسه بس، ودي معلومة برضو يا صديقي بغض النظر عن تحليل الشخصية مهمة جدا ان انت تعرفها. دايما لما تركز في نفسك وما تركزش مع اي حد، ده بيخليك ان انت تعرف تتطور وما بيعرقلش ابداعك او تفكيرك. من الاخر كده، الشخص دوت بيحكم عقله في كل حاجة، فكرة انه هي العواطف تتحكم فيه او حاجة زي كده، مروان الكلام ده ما عندوش. فانت لو عايز تتعامل مع الشخص ده لازم تتعامل معاه رسمي، مش رسمي يعني تقوله يا استاذ مروان، لا، يعني 1+1=2. انت هتتعامل معاه كشغل، لكن فكرة ان انت تتعامل معاه كصديق وعايز تصاحبه، الكلام ده مش هيبقى سهل يعني مع واحد زي ده. الا مثلا لو انت عملت حاجة انقذته من موقف ولا حاجة زي كده، في الحالة دي طبعا هو هينتبه لك، ولكن في الاول هيبقى حذر منك. لو لقاك شخص كويس اكيد خلاص هتبقى صداقة، يعني دي الصداقات العادية اللي بتحصل مع النوعية دي من الناس. وبس يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو ما كنتش دوست لايك في اول فيديو ياريت ان انت ما تنساش، يعني تنزل تعمل لايك دلوقتي. وبس، سلام.